بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيوف النهاردة الجهاز الفني لفريق شباب النادي الأهلي اللي توج بالبطولة قبل انتهاء أربع معايا طبعا في البداية كابتن عمرو أنور. برحب بك كابتن عمرو. أهلا بيك. المدير الفني لفريق شباب النادي الأهلي. أهلا بيك يا أسامة، ويعني بشكرك طبعا وبشكر القناة على المجهود الكبير اللي عملوه كان على مدار الموسم أو على الاحتفالية بتاعت النهاردة دي، حاجة مهمة بالنسبة لنا وحاجة قيمة. بس طبعا في البداية احنا بنعزي أسرة النادي الأهلي في وفاة نور طبعا كمال حافظ، يعني بنتمنى لها إن شاء الله الرحمة، والأهلها إن شاء الله ربنا يلهمهم الصبر يعني إن شاء الله. إن شاء الله طبعا دي يعني أسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي كلنا بنشارك بعض يعني الفرح والأحزان دايما مع بعض وإيد واحدة. طبعا برضو مرحب يعني بضيفي كابتن هشام السيد مدرب حراس مرمى فريق شباب النادي الأهلي. ازيك يا كابتن هشام؟ أهلا بيك يا كابتن أسامة، وميرسي لذوقك وعلى استضافتكم الجميل دوت. مشوار كان طويل السنه دي في البطوله، خاصه انك كنت دايما بتستعين بمواليد 2000. دي حقيقه، واحنا معانا مصطفى شوبير واحمد طارق من الركائز اللي موجوده في النادي، وخامه طيبه نقدر نشتغل عليها للمستقبل. هما الان مش نقول بدايه طريق ولا مستقبل، ولكن اعتقد ان هما نواه طيبه جدا للنادي. يعني حصلت الفترة اللي فاتت شوية أقاويل كده ومهاترات أنا شايفها بالنسبة لمصطفى، خاصة عشان خاطر والده، ولكن الحق يقال هو حاجة طيبة جدا جدا جدا، حاجة عنده حضور عجبني، عنده حضور هايل، شخصية وكاريزما طبعا هايلة جدا. يعني أنا أعتقد أنه هو القادم يعني مش للنادي الأهلي بس، لمنتخب مصر كمان ان شاء الله. اروح طبعا يعني برضو المدرب العام كابتن ياسر رجب، توليت انت القياده الفنيه في الفتره ما بين الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن عمرو انور في فتره حاسمه. كابتن ياسر بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا كابتن اسامه بشكرك على الاستضافه الجميله والاحتفاليه الجميله دي، وبرضو ما انساش نشكرك على وقفتك جنب الفرقه طوال الموسم، سواء كانت اذاعه المباراه لايف او البرامج اللي كنت بتعلق عليها بعد كده على المباريات. الحمد لله يعني بالنسبه للفتره اللي انا كنت مسكتها، هي كانت فتره جايه في توقيت صعب شويه، يعني الفرقه كانت مستقره بشكل كبير جدا في وجود الكابتن عادل، وفجاه عرفنا ان الكابتن عادل مشي، وكان فاضل 4 أو 5 أيام على مباراه الاسماعيلي. في نفس التوقيت ده كان في انتقالات بتاعت شهر يناير، برضو في حوالي 7 لعيبة افتقدناهم برضو في الفترة دي، اعراض. 5 راحوا الجونة، وفي احمد حاتم راح النجوم، وفي كريم راح سموحة. ده بجانب كمان عمر حمدي كان بيشارك معانا بشكل مستمر، وبرضو راح الاتحاد السكندري. فكان يعني الفترة كانت صعبة جدا، كان عدد اللعيبة كان يكاد يكون قليل جدا. في نفس الوقت التوقيت ده كان الفرقة تحت بتلعب وماتشات مضغوطة، فكان في صعوبة شوية ان انت يعني تستعين بحد من تحت يكون الفرقة اللي تحت مش محتاجاه حتى في الفترة الحالية يعني. لكن الحمد لله يعني كان يهمني جدا المباراة الأولانية، كانت ماتش الإسماعيلي أول مباراة بعد انتقال كابتن عادل وانتقال اللعيبة، كان يهمني جدا النتيجة تبقى إيجابية. فالحمد لله لعبنا ماتش الإسماعيلي هناك، استعنا ببعض اللعيبة من تحت زي مصطفى الياس وفارس، وكانت استعنا برضه بيوسف الجبال لاعب نرس حربة، ما كانش فيه فرود، تم توظيف لاعبين في مراكز اخرى. بالظبط الحمد لله اللي عملنا مباراه كويسه وتعادلنا. المباراه اللي بعديها كانت دجله، الحمد لله كسبنا 5. المباراه الثالثه كان حرس حضور، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 3 الحمد لله. كابتن عمرو اكيد توليت المهمه في وقت صعب، طبعا النادي الاهلي كان متصدر، لكن انت جاي في فتره الاعارات، فتره اعارات ولاعيبه كمان اساسيه ولاعيبه مهمه كانت دايما بتشارك مع شباب النادي الاهلي، 5 الى جونه، 2 1 سموحه، 1 نجوم اف سي، عمار حمدي. فانت اكيد الامور ممكن تتاثر، لكن على ارض الواقع الامور ما تاثرتش، وفضل شباب النادي الاهلي برضو ماشي في سكته، في سكه الفوز لما حصدت البطوله قبلها ب4 أسابيع. هو طبعا الحمد لله ده توفيق من ربنا. يمكن انا كانت الحاجه الوحيده اللي كانت مصعبه عليا الامور شويه كانت ان انا دخلت على فتره مباريات على طول. يعني انا اول حضور ليا في التمرين كان قبل مباراه الانتاج الحربي تقريبا ب3 أيام او ب4 أيام. بس انا يعني كنت محظوظ في حاجتين، يعني نمره 1 ان انا كان معايا الجهاز الفني، ويعني كان جنبي على طول، يعني خصوصا ياسر وهشام ادوني يعني فكره كامله عن اللعيبه.
الحاجة التانية اللي كنت محظوظ فيها نوعية اللعيبة اللي كانت موجودة معي. يعني يمكن رجالة. دي حقيقة. وأنا يمكن حتى أنا قلت معاك قبل كده في برنامج قلت إن أنا من 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 أفضل اللعيبة اللي مرنتهم ومن أسرع اللعيبة اللي فهمت الفكر بتاعي على طول. يعني أنا يعني مش هبقى ببالغ لو قلت لك إن إحنا في الثلاث أيام أو الأربع أيام اللي هم بتوع ماتش الإنتاج الحربي في المباراة عملنا حاجات في اللي إحنا اشتغلنا فيها في التمرين. كويس. فده أكبر بالظبط فده أكبر دليل إن الخامات كويسة اللعيبة إمكانياتها عالية اللعيبة بتستوعب كتير يعني بتستوعب بسرعة وده يخليك أنت الشغل بالنسبة لك يبقى سهل. مع الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث خلاص يعني حسيت إن أنا ماسك الفرقة من أول الموسم. فدي أنا بقول لك يعني كان عندي النقطتين دول هم اللي ساعدوني كويس جدا الجهاز الفني اللي معايا صراحة يعني واللعيبة يعني اللعيبة سهلت عليا كتير جدا جدا جدا. ويمكن انا يعني من 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 ماتش الانتاج لحد ماتش الزمالك الاخير يعني انا لسه كنت بقول لك انا ما حسيتش ان انا جيت في وسط الموسم او ما حسيتش ان انا جيت شغال مع اللعيبه والجهاز بقالك فتره بالظبط لان في ناس كتير انا ما كنتش اعرفها يعني انا كنت متخيل الامور بالنسبه لي هتبقى صعبه لان في ناس كتير ما اعرفهاش في ناس كتير انا يعني بشوفها لاول مره ما تعاملتش معهم قبل كده يعني في النادي وفي الحته اللي اتكلم فيها ياسر حته الاعراض ان انا النهارده لما مسكت او لما جيت اشتغلت لقيت مجموعه اللعيبه ال 97 اللي موجوده عندي هم 14 لعيب بس. ما ده القاعدة عايز اعرف للناس النهارده انك انت بتشتغل ب 14 لاعب فانت عندك عمليه تصعيد كمان على مدار الموسم بتاخد من 2000 وتاخد 99 وكمان بتاخد من 2001 بالظبط. فهي دي كانت النقطه يعني برضو دي بن يعني بن بنشكر فيها الكابتن فتحي مبروك وبنشكر فيها جميع مدربين القطاع اللي كانوا موجودين لان اللعيبه اللي هي اللي احنا استعنا بيها من تحت اللي كان 99 او ال 2000 او ال 2001 لو هم مش مستعدين وجاهزين كويس كان برضه هيبقى في دروب عندنا في الفرقه انما لا اللعيبه اللي كانت بتخش وكانت بتيجي كانت بتادي وكانت يعني بتلعب كانها موجوده في الفريق كانها اساسيه من اول الموسم فده ما حسسناش يعني ما حسسناش بقصور او ما حسسناش بان الفرقه اتهزت بالكم اللعيبه اللي هي حصل لها اعراض في يناير يعني. تمام كابتن هشام عايز اسالك نقطه وكانت الناس بتتكلم وتقول حراسه المرمى في النادي الاهلي حراسه المرمى في النادي الاهلي لكن دلوقتي لو شفنا الفريق الاول عندنا شريف اكرامي ابن من ابناء النادي الاهلي عندنا محمد الشناوي ابن من ابناء النادي الاهلي علي لطفي لعيب تم استخدامه من لاعبين حراس المرمى المميزين ايضا عندنا حراس مرمى صاعدين واعدين بنشوف دلوقتي مصطفى شوبير بيتمرن مع الفريق الاول وكمان بيدخل في مباريات رسميه بيكون موجود على دكه البدلاء احمد طارق سليمان برضو عندنا سيف يعني بيتم الاستعانه بيه فعايزين نكلم الناس ونطمن جمهور النادي الاهلي عن حراسه المرمى في النادي الاهلي. بص حضرتك انا عاوز اتكلم بس في جزئيه مهمه قوي ان احنا انا يعني ليا فلسفه او افكار مختلفه شويه ولكن هو ما فيش مسطره للقياس يعني الناس احنا شعب عاطفي قوي ما عندناش تقبل ثقافه الاخطاء يعني فجاه هوب جون اخطا قامت القيامه برافو عليك جون صد كره كويسه جدا فالناس قالت برافو عليك هي القصه كلها مضمونها احنا عندنا خامات كويسه جدا وعندنا يعني ما عندناش مشكله في النادي الاهلي بالنسبه لحراسه المرمى اساسا هي القصه كلها ان احنا نبقى ناس واعيه شويه نبقى عندنا وعي وادراك ان احنا ما فيش حارس مرمى هو في الاول في الاخر هو بشر يعني خطا او مش خطأ احنا يعني تيم هو الاخطاء هي اللي هتعلمه طب اكيد ما فيش حارس اتولد عملاق مره واحده ولكن هي القصه كلها بس هي ايه ساعات بحس ان في ناس بتتكلم في الامر ده نتيجه اهداف يعني نيه لاشياء اخرى واخد بالك ما هياش مثلا حاجه صحيحه هي ما فيش زي ما قلت لحضرتك وانا اتفق فيها هي ما فيش مسطره للقياس انك تقول المعيار ده الحارس ده كويس الحارس ده ما فيش هي كل الناس شبه بعض والناس بتتكلم في اي شيء يعني ولكن حراسه انت بتطمن جمهور النادي الاهلي طبعا عن حراسه بس احنا حراسه النادي الاهلي حاجه دي برضو بعض اللقطات المهمه كابتن عمرو كابتن ياسر في مشوار البطوله وهي يعني التقاء الكابتن محمود الخطيب مع لاعبي شباب الاهلي في يعني كانت في مباراه مهمه انه الكابتن محمود الخطيب ورمز كبير انه يكون موجود بنفسه مع شباب النادي الاهلي اكيد حاجه يعني تدي دفع كبير دي النقطه دي كمان مهمه جدا ده كان اجتماع مجلس اداره وكان الكابتن عارف ان احنا نتمرن في الوقت ده كان قبلها كان في محاضره فيعني من النادر ابدا يعني انها تحصل الكابتن يعني استأذن من الاجتماع وطلع وسلم على الولاد لان فعلا الولاد كانوا عاملين حاجه كويسه جدا يعني نالت استحسان الجميع فده معنى ان الكابتن يطلع من الاجتماع عشان
يأزر اللعيبه ويكلم اللعيبه دي طبعا حاجه كبيره جدا لازم هم كمان يعني يقدروها، وفعلا اضفت لهم كتير جدا وكانت حافز ليهم في الفتره اللي بعد الاجتماع ده. انا وكان الكابتن عمرو بيتكلم عن حاله الحب والود، ودي احد اسباب النجاح. بيقول لما دخلت الفريق كان معايا جهاز فني، يعني ناس متعاونه هم اللي عرفوني كل كبيره وصغيره، فاكيد اسباب النجاح حاله الود ما بين الجهاز وكمان ما بين الجهاز واللاعبين كمان. بص يا كابتن، احنا كلنا اولاد النادي الاهلي، يعني يمكن كابتن عمرو اخ كبير، يعني يمكن انا وانا صغير حتى في قطاع الناشئين كان هو برضه في المرحله الاكبر مني، فكان كان عارفني وكنت ساعات عايزين نكبره شويه بس. لا هو كبير معايا عايز يخلص عليا. ففعلا كان في حب حتى من قبلي، كان برضه كابتن عادل برضه كان اخ كبير، فكلنا اولاد النادي الاهلي فكلنا بنشتغل لصالح النادي الاهلي. لما جه كابتن عمرو وتولى المهمه كتبت له تقرير مفصل عن اللعيبه، وهو يعني ما شاء الله مدرب كبير جدا وما شاء الله ذكي جدا، استوعب بسرعه نقط الضعف ونقط القوه في الولاد وابتدى يشتغل عليها. يمكن هو دخل على ماتشات على طول، والحمد لله طبعا عشان هو قدراته الفنيه قدر من خلال ضغوط الماتشات وفتره الماتشات قدر ان هو يدخل على طول مع الولاد، وابتدى الولاد يندمجوا معاه وابتدوا يركزوا في الشغل، الحمد لله يعني بان الشكل بتاعنا في الفتره اللي في سبيل. لكن انا عايز ارجع لنقطه بس برده مهمه جدا، ما ننساش في الاحتفاليه دي ان احنا برضو بنشكر كابتن عادل عبد الرحمن. طيب وانت بتشكر بقى كابتن عادل عبد الرحمن، معانا كابتن عادل عبد الرحمن على التليفون دلوقتي. يا كابتن عادل. انا كابتن اسامه، ازيك؟ الحمد لله، معايا الجهاز الفني ولاعبي شباب النادي الاهلي لتؤدي البطوله، وطبعا في البدايه بنبارك لك، انت يعني كنت شريك اساسي في هذا النجاح يا كابتن عادل. اولا مبروك على النادي الاهلي الجيل المحترم ده، وبمشي على كابتن عمرو والكابتن ياسر والكابتن هشام ومجموعه اللعيبه اللي موجودين في الاستوديو معاك، وانا سعيد طبعا بالاداء المميز. انا البطولات، النادي الاهلي مش محتاج بطولات، النادي الاهلي محتاج لاعبين كويسين يقدروا ان هم يكملوا مسيره اللعيبه الاخرى. زي يعني اديك مثال يا كابتن اسامه، احنا عندنا ثروه في قطاع الناشئين، دي حقيقه والله، يعني الثروه بتتمثل في لاعبين مميزين، لاعبين لو خدوا فرص في الدوري الممتاز هيبقوا جيدين جدا. اكبر دليل على كلامي عمار حمدي في الاتحاد من اميز اللعيبه في الدوري في الوقت الحالي، احمد ياسر في الجونه، احمد حمدي في الجونه برضو، غير مجموعه اللاعبين اللي هم كريم يحيى في سموحه، كريم يحيى واحمد حاتم في سموحه، مجموعه لعيبه جيده جدا، نقدر اقول لك ان هم يبقوا ارقام كبيره قوي في الدوري الممتاز ان شاء الله الايام الجايه، كان مع النادي الاهلي او من الاعارات ويرجع للنادي الاهلي، عندهم نضوج وعندهم خبرات يقدروا يشيلوا النادي الاهلي. هم عارفين اللعيبه انه النادي الاهلي كبير جدا ومحتاج كل لاعبيه ومحتاج كل ولاده، واحنا لازم نعترف ان لعيب النادي الاهلي اللي متربي هو جدران النادي الاهلي من صغره، وانت يا كابتن اسامه وكابتن عمرو يعني ياسر عارفين جيدا مدى ان اللعيب يكون متربي جوه جدران النادي الاهلي، اداؤه بيبقى ليه اداء خاص، بيلعب على دايما على الفوز، بيلعب دايما على ان النادي يبقى في الاول، ما عندناش حته ان احنا نتعادل او نخسر. فانا بقول مبروك مش عشان البطوله بس، بالعكس يعني انا سعيد جدا ان مجموعه اللعيبه دي بدات تنضج وبدات تبقى رقم كويس في النادي الاهلي وبره النادي الاهلي كمان. يعني انت بتشتغل من بدايه الموسم يا كابتن عادل، يعني مش عينك اول حاجه على البطوله، انت عينك ازاي صناعه لاعب للفريق الاول بالنادي الاهلي. بص يا كابتن اسامه، اقول لك حاجه مهمه جدا، ده بدايه مشروع احنا كنا عاملينه، كابتن خطيب ولانا في الامر ده ان احنا نعمل مشروع، نعمل فرقه امل للنادي الاهلي. وفعلا كانت المجموعه في البدايه يمكن كانوا المواسم اللي فاتت كان في اخفاق من عندهم مش بسببهم، ولكن عايز اقول لك انه لما خدوا الفرصه كامله، لما عملنا نظام كويس في البدايه، لما حولناهم من الناحيه الثقافيه القرويه الاول، ودي مهمه جدا، يعني لما نكون على بدايه الموسم واللعيبه عندك موجوده، عملنا لهم محاضرات ثقافيه كتير قوي، جبنا لهم الكابتن سمير عثمان عشان يعلمهم القانون، لان لعيب كوره من غير قانون ومعرفه القانون
بيجهل حاجات كتير قوي في الملعب بتسهل عليه، ازاي نفسيه الحكم ضد اللاعب في الوقت المناسب. فقعدنا نفكر فيهم عشان احنا كان لينا هدف واحد بس قبل البطوله. تمام. الهدف الاولاني كان ان احنا نصنع لاعب جيد يجيد اللعب تحت ضغط، لان النادي الاهلي ضغط كبير جدا وفنيته تقيله قوي. علشان كده المشروع كان البدايه. الحاجه الثانيه المهمه، مفيش لاعب في النادي الاهلي ما يتعلمش انه ياخد بطوله، ودي اللي كان الهدف الاساسي. ده الهدف الثاني برضه. ده الهدف الثاني. بس عايز اقول لك حاجه، الاهداف كلها مرتبطه ببعض يا كابتن اسامه، خلي بالك. كتير قوي يعني احنا كنا بنتباهى واحنا لاعبين، وكابتن عمرو عندك كنا بنتباهى بنقول احنا بنسنتر في السنه 4-5 مرات. تمام. ما كانش بيدخل فينا الا 4-5 اجوان، وكنا لا هديك بس مثل صغير من الله يرحمه الكابتن طارق سليم. لما كسبنا بطولة الدوري في الماتش الفاصل بيننا وبين الاسماعيلي 4-3، احنا خارجين واخدين الدوري العام. ولكن الكابتن طارق سليم خصم فلوس كتير قوي من اللاعبين، رغم ان احنا كسبانين الدوري واخدين بطوله. واخدين بطوله، لكن علشان دخل فينا 3 اجوان، كنا كسبانين 4-0 ودخل فينا 3 اجوان. علشان كده النادي الاهلي دايما مختلف يا كابتن عادل، النادي الاهلي مختلف عن اي نادي. النادي الاهلي ضغط، النادي الاهلي قوه، النادي الاهلي المفترض ان اللعيبه اللي بتتعلم جواه لازم تعرف انه طول الوقت وان واي، مفيش عندهم الا المكسب بس. علشان كده بقول لك تربيه لاعب النادي الاهلي بتبقى مختلفه تماما عن اللاعبين الاخرين بره الانديه. يمكن انا خدت تجارب، والكابتن عمرو خد تجارب، وعارف ان لعيبه النادي الاهلي نوعيه خاصه بيلعب لاخر ثانيه. ويمكن احنا مميزين طول عمرنا في الاجيال كلها، وانت كنت موجود يا كابتن اسامه، وانا فاكر ماتش 4-3 اهلي والزمالك اللي انت جبت فيه جونين. احنا كنا بنتاخر ونرجع نتاخر ونرجع ونتاخر ونرجع، ولما ركبنا بلغه الكوره ما رجعناش، ما حدش يقدر يرجعنا ثاني. عشان كده اللعيبه اللي عندك دي كلها مشروع كبير، لعيبه جيده جدا. انا مش عارف الاسماء مين، ولكن كلهم ولادنا. يعني كلهم ولادنا، كلهم لعيبه كويسه قوي. يمكن انا ما اعتمدتش في بدايه المشروع على فرقه ال 97 وال 98 بس، التصعيد اعتمدت على تطعيم ببدر عربي بدر، ده كان لعيب مهم جدا. عندك الياس، عندك لعيبه كتير، انا مش عاوز انسى اسمائهم، ولكن عايز اقول لك ان كانوا بالاضافه للعيبه الكبار اللي كانوا المفترض ان هم عندهم خبرات كويسه قوي. علشان كده انا شايف ان السنه دي كانت مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، بانه يرجع ثقه اللعيبه دي ان هي ليها تواجد في الكره المصريه وليس النادي الاهلي بس. عاوز اقول لك انه النادي الاهلي يا كابتن اسامه بيغذي الانديه كلها. تمام يا كابتن عادل. انا بقعد احيانا اتفرج على مباريات فرقتين بيلعبوا ضد بعض، بيبقى عندنا حوالي 12 13 لعيب لعبوا للنادي الاهلي بالفعل يعني. كان قطاع ناشئين. فالحمد لله ان المشروع نجح، والحمد لله ان التكمله. وانا سمعت الكابتن ياسر كان بيتكلم على ان احنا ازاي بنتواصل كلنا مع بعض. بدايه انا اشتغلت وبعدين جه الكابتن عمرو انور، مفيش فرق ما بيننا خالص، بالعكس يعني احنا الاثنين بنكمل. كملنا كملنا المشوار بتاعنا في الاشتراك مع الكابتن ياسر رجب. كابتن ياسر مدرب كبير على فكره. تمام. من المدربين الكبار جدا، ويمكن هو كان مدير فني دائما في النادي الاهلي، ولكن قبل المهمه علشان النادي الاهلي، وهو مدرب جيد وجيد، ويقدر يشيل فرق ويقدر يلعب حتى يمسك في الدوري الممتاز. مع طبعا الكابتن عمرو مسك في الدوري السعودي، مسك انديه كبيره جدا. فالحمد لله ان النتيجه وضحت في النهايه ان احنا خدنا البطوله اولا، ثانيا عندنا لعيبه رجعت لهم الثقه وبقوا لعيبه جيدين جدا نعتمد عليهم في النادي الاهلي، ونعتمد عليهم خارج النادي الاهلي ويرجعوا تاني. تمام يا كابتن عادل. في النهايه يعني بنبارك لك على بطوله الشباب، وانت كنت يعني شريك اساسي في هذه البطوله. شكرا جزيلا الكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عمرو، عايز اروح لك لنقطه مهمه. كان دايما عندك ثقه في لاعبي شباب النادي الاهلي طول الموسم، او في الفتره اللي انت توليتها، خاصه انك عندك لائحه ممكن تحق لك انك تنزل 3 من الفرق الاول اللي لعبوا معاك. ما استعنتش بهذه اللائحه غير بلاعب واحد في المباراه الاخيره، وكان عندك ثقه
لأبعد حدود في كل لاعبي شباب النادي الاهلي. اه دي حقيقه يعني كان حصل ما بيني وما بينك اتصال قبل كده في كذا مباراه. بتقول لي انت ليه ما بتاخدش ما بتنزلش لعيبه من الفريق الاول؟ فانا رديت هو الرد اللي انت قلته. انا قلت انا عندي لعيبه مميزه. فعلا. واللعيبه بتاعه الفريق الاول احنا يعني كلنا شفناهم وعرفناهم وخدوا فرص. فاحنا عايزين ندي فرص للعيبه اللي موجوده بتاعتنا، مش عايزين اللعيبه بتاعتنا ثقتها تهزف نفسها. والحمد لله ثقتنا كانت في محلها. يعني انت النهارده عشان تكسب بطوله قويه زي اللي احنا كنا بنلعب فيها قبل اربع مباريات بالظبط، هي نفس هو دوري انت بتلعب نفس واللائحه كمان ثلاثه، كل الانديه بتنزل ثلاثه من الفريق الاول. دي حقيقه، احنا معظم الفرق لعبناها على طول بتنزل فرقه من الفريق الاول. فالنقطه دي كانت مهمه بالنسبه لي. يمكن حتى عادل لما اتكلم دلوقتي قال لي احنا بنتكلم في مشروع، ان احنا الموضوع مش موضوع انك تكسب بطوله بس، لا انت عايز تطلع لعيبه وعايز تطلع اكبر كم من اللعيبه يبقى موجود. لان برضو اللعيب اللي متربي في النادي الاهلي واللي اتعود على الاجواء بتاعه النادي الاهلي بيفرق معاك. لما بيطلع الفريق الاول بينصهر اسرع، بيتعلم اسرع، بيخش في الفكر بتاع المدرب اسرع، عكس ما يكون واحد بعيد عن النادي. وانت عارف ان احنا يعني عندنا في النادي لينا يعني نظام وسيستم معين، مش اي حد برضو بيقدر يخش فيه، بدليل ان في لعيبه كتير جدا كويسه وجات النادي وحتى ما عادتش فترات طويله، مش هقول لك ما كملتش يعني هي ما عادتش فترات، لانها مش عشان هي لعيبه قليله، لا هم ما قدروش يتاقلموا مع النظام بتاع النادي الاهلي. فدي كانت نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. يعني حتى الماتش اللي انت بتتكلم عليه بتاع الزمالك، هو احمد الشيخ هو اللي طلب ينزل يلعب. الولد معانا ماتيريال دلوقتي والاهداف بتاعت المباراه ومشاركه احمد الشيخ يعني بالظبط. يعني هو كان هو اللي طلب ينزل يلعب، لانه انت عارف بقاله فتره بعيد عن الملعب، كان راجع من اصابه وكان عايز يجهز. وبصراحه هو لما لعب معانا يعني كان دوره مهم جدا في المباراه وفرق جدا مع اللعيبه في الملعب. عايز اخدك لنقطه برضو مهمه واسمع راي كابتن ياسر وكابتن هشام برضو، واسمع راي كابتن عمرو، حته اذاعه المباريات خاصه شباب النادي الاهلي السنه دي ذيعنا له عدد مباريات كتير السنه دي. تمام. كان زمان دايما شباب النادي الاهلي او فرق النادي الاهلي بتتمرن في الجزيره قدام الفريق الاول بالظبط. فاحنا دلوقتي الناشئين بقوا في مدينه نصر، فاحنا عمليه البعد دي لا ده احنا قربناها باذاعه المباريات. حتى عمليه الضغط ان اللعيب بيطلع الفريق الاول والضغوط والتاقلم، لا ده احنا حطيناك في الفتره دي والاجواء دي من بدري خلاص. بالظبط بالظبط. ما دي يعني دي حاجه بنحيي عليها القناه طبعا. ويمكن انت فاكر لو تفتكر انت ما كلمتني قبل ماتش بيراميدز وقلت لي عايزين نذيع المباراه لايف، انت ايه رايك؟ قلت لك في نفس الثانيه قلت لك لا، قلت لك انا عندي يعني عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه. اللعيبه متعوده على الاجواء ومتعوده على الضغوط. وحتى كان في ناس كلمتني في النادي وقالت لي لا لو عايز تذيع ماتش لايف خليه ماتش خفيف شويه او ماتش سهل شويه. قلت لهم احنا ما عندناش ماتش سهل وما عندناش ماتش خفيف. كل الماتشات مباريات كلها مباريات بطوله. واحنا عندنا ثقه كبيره في اللعيبه، وبالعكس انا شايف ان اللعيب لما بيحس ان فيه اهتمام، يعني زي موضوع الاذاعه بتاعت المباريات دي، كان برضو عندنا في شق تاني من ناحيه الفريق الاول. يعني كان حتى كابتن سيد عبد الحفيظ على تواصل على طول معايا، جه حضر اكتر من مباراه، يمكن مباراتين او ثلاثه. جه برضو انا فاكر كان في سيبستيان تقريبا جه حضر برضو مباراه او مباراتين. الكلام ده كله بيدي ثقه للعيبه وبيحسسهم بالاهتمام، بيحسسهم ان هم متابعين من الفريق الاول. في اي لحظه ممكن واحد يبقى موجود فيهم او اثنين او ثلاثه ايا كان الناس اللي موجوده. فدي حاجه ساعدتنا كتير جدا وفرقت معانا نفسيا ومعنويا للعيبه بتاعتنا. انت يا كابتن هشام عايز اخدك لنقطه مصطفى شوبير، هو اللي شارك اكتر السنه دي. مصطفى شارك كان برضو مع احمد طارق السنه، وكان احمد طارق برضو على بعض الفترات. هو كان في بعض من الحراس برضو كان يعني بتيجي في وقت انا كان بستعينهم فيهم في الدرجه الاولى، فكان بيبقى في وقت مش موجودين معايا الدرجه الاولى بتبقى محتاجاهم اكتر. بينزلك على المباراه بس؟ لا ده للاسف كان في مباريات احنا لعبنا بيهم بحارس حمزه بال 2001 يعني يعني يمكن كابتن عمرو بيتكلم على ان معظم الفرق بتنزل ثلاث لعيبه من فوق، احنا كنا بناخد من تحت. يعني بالعكس احنا يعني احنا تقريبا ما لعبناش مباراه ب 97، احنا كنا المباراه تقريبا بنلعبها بال 2001 وال 2000 يعني و 99 يعني. احنا كان معايا حمزه لعب مباراه من 2001. يعني عينك مش على ال 99 وال 2000 ده، انت عينك يعني على القطاع كله. وده يدل على ان الولاد شوبير وطارق خامه ممتازه ان هم يحتاجوهم فوق ما ينزلهمش يعني كابتن طارق بصراحه قايم برضو بدور كبير فوق يعني. تمام. كابتن ياسر عايز اخدك لنقطه مهمه، يعني معانا بعض اللقطات لمصطفى شوبير والصدات المميزه في يعني في مشوار بطوله الجمهوريه، ودي خاصه في المباراه الاخيره كانت ما بين الاهلي والزمالك، وكان مصطفى شوبير ليه دور مميز في هذه المباراه. كابتن ياسر
يعني حسمتوا البطوله قبلها باربع اسابيع، الاربع اسابيع المتبقيين برضو اصريتوا او في كان في هدف للاعبين وصلوا الجهاز الفني للاعيبه ان الاربع مباريات الجايين رغم ان احنا حسمنا البطوله مباريات مهمه، كان من ضمنهم مباراه الزمالك كانت مباراه برضو في منتهى القوه برغم انه حصلوا على البطوله، وصلتوا الرساله دي ازاي للاعبين خلال اربع مباريات الاخيره المتبقيه من عمر الدوري؟ بص يا كابتن اسامه، انت طبعا عارف اللاعب المصري وشخصيته دي احد الصدات لمصطفى شوبير كان في احدى المباريات يعني، فمجرد ما بيحس ان الامور بقت سهله فبتلاقي في تهاون شويه. تمام، احنا واخدين عهد مع نفسنا ان من اول يوم بدانا فيه حتى من فتره الاعداد ان كل الماتشات والتدريبات كل حاجه ناخدها بنفس السيستم ونفس النظام، ناخد الامور كلها بجديه، وابتدينا نشتغل على الدوافع عند اللعيبه. بعد ما البطوله اتحسمت ابتدينا نجدد الدوافع عند اللعيبه، يعني ما ينفعش ان انت تكلمه على حاجه هو خلاص عارف حسابها خلاص بالظبط، فابتدينا بقينا نشتغل على ان احنا نجدد الدوافع عند اللعيبه ان هو الفتره اللي جايه دي مهمه جدا بالنسبه لك، الناس كلها بص عليك، بتبص على الفريق البطل دي، لو كان بيتفرج عليك او بيتابعك 50-60% لا دلوقتي ممكن يوصل ل 100% الناس كلها بتتابعك في جوه النادي الاهلي وبره النادي الاهلي. فابتدينا نشتغل على الجزئيه دي فعلا، الاولاد يعني فعلا مجموعه اللعيبه دي انا بشكرهم كلهم، مجموعه لعيبه رجاله على مستوى عالي جدا من الالتزام الجدعنه روح عاليه جدا، يعني بشكرهم كلهم ان هم فعلا تعبوا وربنا كل تعبهم ده بالخير. عايز اقول لحضرتك في نقطه كمان يا كابتن اسامه، ان ما عندناش هداف واحد ودي ميزه يعني من النادر انك تلاقيها بالظبط، يعني انت بص خط الظهر كله احرز اهداف، ميشو يعني عمارة ومحمد ميشو عبد المنعم، محمد عبد المنعم، كريم، احمد حاتم، وسط الملعب كله صلاح، فخري، نصير، عربي، ما فيش حد، مصطفى عزت، يوسف، هلاء، فادي، انا بتكلم على اللعيبه الموجوده غير الثلاث عارات، هشام، كل لعيبه، يوسف الجبالي، البدري، كل اللعيبه بدون استثناء، يعني مصطفى صبحي، ما فيش لعيبه عندنا محرصه اهداف، فدي برضو ميزه ان كابتن يبدا نشتغل على اللعيبه ان اللعيبه كلها ممكن تحرز اهداف، وان اللعيبه كلها يكون عندها دوافع انها تظهر بشكل كويس وتؤدي اداء مميز. فدي يعني من كان اهم النقط ان احنا بنشتغل عليها في الفتره الاخيره، والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا فيها الحمد لله. تمام كابتن عمرو، في النهايه بقى يعني ايه المباراه اللي كانت مفتاح الفوز في مشوار الدوري؟ اعتقد مباراه المقص. مباراه المقص يعني هي طبعا انا ما اقدرش اقول مباراه، يعني احنا كل ثلاث نقط بالنسبه لنا كانوا مهمين. يعني احنا اذا كنا ما بنكسبش او كنا بنخسر ما كناش هنوصل لمباراة المقصة اللي هي تبقى قبل يعني قبل نهاية الموسم تقريبا كانت بخمس مباريات بس كان فرق 10 نقط فكان المكسب في المباراة دي مهم جدا لان هو المنافس الاقرب لينا، كان فرق 10 نقط ما بيننا وبين المقصة، لما كسبنا بقى الفرق 13 وفاضل خمس مباريات. وال يعني انا من رؤيتي للمباريات اللي انا مسكتها يعني افضل المقص. لا هو افضل فريق واقوى فريق احنا لعبناه هو فريق المقص، ما هو عشان كده كان ماشي معاكم في المنافسه برضه يعني دي حقيقه، فكان مهم بالنسبه لنا ان احنا مباراه زي دي نقدر نحقق فيها ثلاث نقط، هنبعد بفرق كبير وهيبقى فاضل يعني عدد قليل من المباريات بالنسبه طبعا للمباريات او كم المباريات على مدار الموسم، هيدينا احنا ثقه عاليه وهيحبط شويه برضو الفريق، ويمكن ده اللي حصل، يمكن بعد كده فريق المقاصه اتعطل. يعني احنا حتى انت لو تلاحظ فرق النقط ما بيننا وما بين المقاصه وصل ل 15 نقطه، فانا شايف ان دي كانت من المباريات اللي كانت مهمه بالنسبه لنا ان احنا كنا ناخد فيها ثلاث نقط، لان ده كان المنافس الرئيسي، مش عايز اقول المنافس الاقرب يعني هو كان المنافس الرئيسي لينا، كل بونت بتاخده زياده بتبعد بيه عن المقصه لكن بيقربك كتير للبطوله، فانا شايف ان دي كانت اهم مباراه بالنسبه لنا. وانا اتفق معاك ان دي كانت اهم مباراه، هي مباراه مصر المقصه. طبعا احنا بنبارك لكم على التتويج بهذه البطوله الغايبه عن النادي الاهلي منذ خمس سنوات، فعلا تستحقوها عن جداره، ده بالارقام كمان وبعدد الاهداف. شرفتنا ونورتنا كابتن عمرو. شرف لينا، وانا تاني بشكرك وبشكر القناه على اهتمامها بالقطاع كله، مش هقول بفريق الشباب في النادي الاهلي، لان دي حاجه مهمه جدا للعيبه، بتبين اللعيبه وبتظهر اللعيبه وبتديهم دوافع برضو ان هم في فرق كبير ان انت بتلعب وانت ما حدش شايفك ما حدش حاسس بيك، وفي فرق ان انت تكون بتلعب والناس شايفاك، فانا اعتقد ان دي برضو يعني حاجه مهمه جدا وبتقرب اللعيبه دي انها تكون يعني على الخط ان هم يكونوا متواجدين في الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله نشوف فريق. شرفتنا ونورتنا كابتن هشام. ربنا يخليك كابتن اسامه، وميرسي لذوقكم، ونشكر
الستاف كامل بتاع القناه ونعاود الاتصال مره اخرى ثلاث مره ان شاء الله. قلت لك يا كابتن ياسر شكرا جدا يا كابتن اسامه وان شاء الله نتقابل على خير ان شاء الله. بس في النهايه بشكر كل لاعبي النادي الاهلي فريق شباب النادي الاهلي لتواجدوا بالبطوله قبل انتهاء البطوله باربع اسابيع، وايضا الجهاز الفني اللي كان مشرفني النهارده كابتن عمرو انور وكابتن هشام وكابتن ياسر رجب. بعد قليل مباراه الاهلي وجزيره الورد في نهائي الدوري لتنس الطاوله سيدات. بالمناسبه الفريق فاز بالدوري بالامس امبارح بعد الفوز على الزمالك 3-0. كل التوفيق لفريق تنس الطاوله. وفي النهايه بنشكر كل جهاز الفني اللاعبين ولاعبي النادي الاهلي للشباب، وايضا في النهايه بنعزي اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي في وفاه اللاعبه نور احمد كمال حافظ. نشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع الاشباح.